تختتم اليوم جلسات مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة وعدد من الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات. وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر حكاية وطن، حيث استعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إنجازات الدولة المصرية خلال 9 سنوات الماضية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تعمل على إضافة 4 ملايين فدان للأراضي الزراعية خلال 4 سنوات المقبلة. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في فعاليات جلسة التحول الرقمي وحوكمة قطاع التموين ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة. أشدد الرئيس السيسي على أن الدولة المصرية تنفذ مشروعات ضخمة في قطاع الزراعة بتكلفة تصل إلى 1 تريليون جنيه. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة. دكتور محمد، أهلا ومرحبا بك على شاشة دي ام سي. أهلا وسهلا أستاذ هيثم، وشكرا جزيلا لقناة الدي ام سي. دكتور محمد، حلم وطموح كبير للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الزراعي في مصر والإنتاج الزراعي في مصر، أمل كبير في إضافة ملايين الأفدنة خلال السنوات المقبلة كي يكون هناك اكتفاء ذاتي من كثير من المنتجات والمحاصيل الزراعية. كيف تابعت هذه التصريحات وكيف تتابع تلك الخطة الطموحة للدولة المصرية في القطاع الزراعي تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو متابعة ما يحدث في قطاع الزراعة والأمن الغذائي هي متابعة على الأرض، يعني الدولة المصرية، وده للمرات القلائل، إن دائما وأبدا الأفعال بتسبق الأحاديث والكلام. فلما نتكلم على إضافة كل هذه المساحة من أراضي صحراوية كانت على مدار عشرات ومئات السنوات صحراء جرداء لم تطأها قدم ولم يجرؤ أحد على الاقتراب منها بسبب المسؤولية الكبيرة وبسبب التكلفة الأكبر، ولكن الدولة المصرية وفي ظل هذه الظروف، بالمناسبة الظروف الاقتصادية والظروف الموجودة هي ظروف صعبة على كل الدول بسبب الأزمات والتحديات المتلاحقة، رغم ذلك أخذت الدولة المصرية مصر السيد رئيس الجمهورية، كان كلنا كنا بنتابع، لا يعني ما يعديش شهر إلا لما يكون في افتتاح لمشروع زراعي ضخم فين على أطراف حدود مصر، شارق العوينات دي على الحدود الجنوبية الغربية لمصر، تشكى مستقبل مصر اللي هو في قلب الدلتا الجديدة، في غرب المنيا، في كومومبو، في المراجدة، في كل مكان تستطيع الدولة أنها توصل له، الدولة لا تبخل تماما أنها تدفع مليارات. وقبل أن تدفع مليارات، هناك دراسات، يعني وإحنا بنتكلم دلوقتي في فرق كاملة موجودة في أماكن يعني ما وصلهاش حد على حدود مصر الغربية، وفي مناطق في جنوب سيوة، وفي مناطق في مناطق صحراوية بعيدة تماما، وفي شمال ووسط سيناء، في فرق شغالة لما يسمى بالتصنيف، حصر وتصنيف الأراضي. يعني الناس فاكرة إن مجرد ألاقي أرض زراعة، لا، في دراسات بتستمر لشهور طويلة وبمجهود كبير، نقول إن الأرض دي صلاحيتها للزراعة درجة أولى، ثانية، ثالثة، رابعة، وإيه هي المحاصيل اللي تنزرع، وهل في وجود مقننات مائية ومصادر مائية. المختصر إن لا، الدولة المصرية رغم محدودية كل مواردها بسبب موقعها الجغرافي، أنا دولة جافة، دولة صحراوية في الأساس قبل وجود النيل، لا يوجد أمطار تقريبا، يعني في دول أقل منا في ملف الأمن الغذائي وأضعف منا بكثير في ملف الأمن الغذائي، وعندها أمطار تتجاوز 1000 و2000 ملم في السنة، يعني بتكلم على أمطار، يعني الفدان بينزل على أكثر من 6-7000 متر مكعب، اللي أنا بحتاج للقمح فقط 2500، لو في 2500 مية أقدر أزرع ملايين الأفدنة. ورغم ذلك الدولة أنشأت ما يسمى بمحطات المعالجة الضخمة، محطة المحسمة، محطة بحر البقر، محطة الحمام إن شاء الله على وشك الانتهاء، مجموع هذه المحطات حوالي 13 مليار متر مكعب ستوجه إلى الأراضي المستصلحة، الحاجات دي مش صحيح مجموعة. صحيح دكتور محمد، ولكن سؤالي لك في هذه النقطة، ومع الزيادة السكانية الكبيرة
أهمية أن كانت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظات الأولى تسير في اتجاهين متوازيين، إما بزيادة الإنتاجية للفدان الواحد باستحسان أو بتحسين تقاوى ويعني مخصصات زراعية عن طريق المعامل المصرية، معامل الأبحاث المصرية، أو زيادة الرقعة الزراعية. أهمية أن نسير في هذين الاتجاهين في ذات التوقيت. وده الكلام اللي هنتكلم عليه. ما الدولة اشتغلت على محاور متوازية وأحيانا متكاملة. المحور الأول إن أنا أتوسع في الرقعة الزراعية، وده اللي فعليا توصلنا الحمد لله. إحنا أضفنا حوالي 1.7 داخلين على 2 مليون فدان تم إضافتهم لرقعة زراعية كانت لا تتجاوز 8 مليون فدان. يعني أنا بتكلم على 15% زيادة للرقعة الزراعية التاريخية في مصر، وده في حد ذاته بالمناسبة مفيش دولة في العالم، ودي حقائق من وجهات نظر، تستطيع أن تضيف رقعة زراعية. بالعكس ده بتفقد ملايين الأفدنة بسبب الجفاف والتصحر وغيره، ودول متقدمة لديها من الإمكانيات الكبيرة. دي نقطة. النقطة الثانية هو التوسع الرأسي. يعني إيه التوسع الرأسي؟ يعني الفدان اللي بيجيب لي 15 أرداب بقمح على سبيل المثال، لا يجيب 22 ويجيب 20. طب يجيبهم إزاي؟ باستنباط ما يسمى بالأصناف مبكرة النضج المحسنة قليلة الاحتياج الماء. طب صحيح، سواء في التقاوي وأيضا في الأسمدة التي نتطور فيها بشكل كبير في الفترة الأخيرة. دكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. بذلت الدولة المصرية على مدار السنوات التسع الماضية جهودا كبيرة لتطوير المناطق الحرة من خلال إضافة مزايا استثمارية بها بنوعيها العامة والخاصة، والبالغ عددها 9 مناطق مجهزة بالمرافق، مقام بها 1095 مشروعا باستثمارات 26.1 مليار دولار حتى عام 2023.